نحن باقون بإبقاء الله، نحن باقون بإرادة الله. الحديث المروي يقول: خلقتم للبقاء لا للفناء. يوم القيامة كما روي يؤتى بالموت على صورة حيوان ولعله كبش، ويذبح هذا الكبش. هذا هو الموت، بعد موت ماكو. فلا يعلم إلا الله ذلك الفرح الذي يغمر المؤمنين، ولا يعلم إلا الله ذلك الحزن الذي يغمر المضيعين، لأن انتهى كل شيء. إحنا باقون، إحنا إذا ربطنا أنفسنا بالفاني، يعني ربطنا أنفسنا بالمال، المال فقط قيمته 70 عام، انتهى كل شيء. المال فاني، إذا ربطت الباقي بالفاني انتهى الفاني، وبقيت أنت وبقيت أنا وما عدنا شيء. وأخرجت الأرض أثقالها، يوم القيامة كما يقول المفسرون الأرض تخرج المعادن، الذهب، الفضة، وما أشبه ذلك من المعادن الثمينة. اللي ربط نفسه بالذهب والفضة يأتي هنالك ينظر إلى هذه الأحجار وما عنده شيء، ربط نفسه بشيء فاني، مثل واحد ربط نفسه بعملة انتهى وقتها، تغير النظام، انتهت العملة، اللي امتلك هذه العملة خسر كل شيء. إذا ربطنا أنفسنا بالأصدقاء، أيها الإخوة، الأصدقاء لن ينفعونا. هاي العلاقات الاجتماعية التي كوناها لن تنفعنا في يوم القيامة، مو لن تنفعنا، الأخلاء بعضهم لبعض عدو في مضمون الآية الكريمة. الصديق يتحول إلى عدو مع صديقه، اللذان يجلسان معا في البيت في المحفل ويتحدثان من الليل إلى الصباح يتحولان إلى أعداء، إلا المتقين. هذه الأشياء كلها تنتهي. أما إذا ربطنا أنفسنا بالباقي، ربطت نفسك بالإيمان، بالعمل الصالح، بالتقوى، ربطت الباقي بالباقي، وتأتي يوم القيامة وكفك مليئة أمام الله سبحانه وتعالى.